السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة والمستمرة من قناة الأيام الفضائية لمعركة طوفان الأقصى. 44 يوم من الصمود بالتأكيد لأهالي غزة وللمقاومة الفلسطينية بوجه الكيان الصهيوني وبوجه مسلسل الإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. أرقام الشهداء والجرحى بازدياد مستمر بمرور الأيام وبمرور الساعات، وصلنا إلى أكثر من 12,000 شهيد بينهم أكثر من 5,000 امرأة وتقريبا 4,000 مفقود، وأغلب المفقودين هم من الأطفال ساكني المباني السكنية. والموقف والوضع صار والصورة الحقيقية صارت واضحة بشكل دقيق بالنسبة للعالم لوجه الكيان الصهيوني وسياسته بهذه الحرب. على مدار أكثر من شهر تقريبا الكيان الصهيوني قاطع كل الإمدادات الإنسانية اللي يحتاجوها أهالي غزة من وقود، من أكل، من شرب، من احتياجات دوائية بالنسبة للمستشفيات، بالإضافة طبعا لقصف المستشفيات المستمر خلال الأيام المضت. قبل تقريبا يومين إلى 3 أيام سمح الكيان وبضغط دولي أنه تمر تقريبا شاحنتين للمساعدات الإنسانية. بالأيام العادية الوضع في غزة يحتاج من 20 إلى 30 شاحنة، حاليا بحالة حرب وقطع الإمدادات لأكثر من شهر، وخلال هالأيام مرت تقريبا شاحنتين للمساعدات الإنسانية. البارحة كان أكو مؤتمر لما يسمى بمجلس الحرب بالنسبة للكيان الصهيوني، توجه سؤال لنتنياهو يعكس الوضع بالكيان ويعكس الإنسانية اللي يدعي بها الكيان، من خلال سؤال توجهت بإحدى المراسلات الحاضرات لهذا المؤتمر. نشوف هذا الفيديو وبعدها نرجع. قبل فترة قلت بأنك لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة، الآن تراجعت عن ذلك وكنت تقول لن نسمح بدخول الوقود إلا إذا زار الصليب الأحمر الأسرى، إن لم تكن لدينا مسؤولية تجاه 1,000,000 فلسطيني توجهوا إلى الجنوب بطلب منا. الوضع صعب والظروف صعبة ولدينا مسؤولون تجاه ذلك، إدخال الطعام والدواء. وقلنا صحيح أننا قلنا أننا لن نسمح بدخول الوقود إلى حركة حماس، هذا شيء ما نتحدث عن الوقود الذي سيتم إدخاله، هو جاء بطلب خاص أمريكي وسيكون مقيد بكميات محدودة. نحن أمام أزمة كبيرة لأنه قد تنتشر الأوبئة في قطاع غزة، ما يؤدي إلى فقدان السيطرة على الوضع، وهذا سيشكل خطر على الفلسطينيين وعلى الجنود، وهذه الأوبئة قد تنتشر وتصل إلى دولة إسرائيل. لذلك أدخلنا الوقود من أجل تشغيل مضخات المياه في محطات التنقية. هذا هو الكيان، شفنا نتنياهو قالها صراحة أنه حتى هذه الشاحنتين اللي دخلناها وسمحنا أنه تدخل غزة على مود لا تنتقل الأمراض لجيش الكيان وجيشه هو اللي متواجد بهذه المناطق ويقصف بها وممكن حتى يدخل بها بشكل بري، بالتالي هو متواجد بهذه المناطق وخوفا على جيشه من أن يصاب بالعدوى باعتبار أنواع وآلاف الأمراض اليوم منتشرة بسبب قطع الإمدادات بين الشعب الفلسطيني وتحديدا الأطفال، فخوفا عليهم وعلى صحتهم وحتى أنه لا تنتقل هذه الأمراض للشعب، شعب الكيان الصهيوني أو ما يسمى به الكيان الصهيوني وتواجده في دولة فلسطين، هو سمح بمرور هذه الشاحنات. هذا هو الموقف اليوم الواضح من قبل الكيان حتى ليطالبهم من الجهات الدولية وغيرها بمرور المساعدات الإنسانية. بالتالي العديد من التفاصيل راح نناقشها من خلال هذه التغطية مع ضيفنا الأستاذ مهند جواد الباحث في الشأن السياسي، وتنضم لنا عبر سكايب الأستاذ ثريا عاصي الصحفية والكاتبة السياسية من بيروت. نرحب بكم ضيوفنا الأكارم. نبتدي وياك أستاذ مهند، شفنا البارحة هذا المؤتمر بكل تفاصيله، مؤتمر تقريبا 40 دقيقة هو عبارة عن تهديد ووعيد ومرة استنكار مرة تبرير من قبل نتنياهو لأسئلة الصحفيين الموجودين خلال هذا المؤتمر. بعد 44 يوم شلون تشوف وضع الكيان في هذه الحرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين الكرام. هناك مجموعة من الأمور لابد أن نركز عليها حتى نفهم
عقلية الكيان الصهيوني وكيف تدار الحرب؟ الأمر الأول، ما هي رؤية الكيان الصهيوني والدول الغربية لفلسطين وللمجتمع العربي والإسلامي؟ هذا نأخذه بشكل واضح من تصريح وزير الحرب الإسرائيلي في بداية هذه العملية حينما قال نحن نقاتل حيوانات بشرية، وكان هذا الأمر جدا واضح على أساس أنهم يتعاملون مع الفلسطينيين ومع العرب ومع المسلمين على أساس أنهم حيوانات، والحيوان دائما ليس له أي إرادة على نفسه، ومتى ما شاء الآخر أن يفتك به هذا من حقه. فهذه هي الرؤية، تنطلق من هذه النفسية وهذه الذهنية على أساس أنهم يقاتلون حيوانات، لذلك نراه كل هذه الوحشية. وكانت الإجراءات هي خارج عن السياق الإنساني، لأنهم أول ما بدأوا الحرب قالوا سوف نقطع الغذاء والماء والمساعدات وكل الأمور الأساسية للحياة عن غزة. إذن تنطلق من رؤية أساسية على أساس أن العدو المقابل الذي يتمثل لديهم بحماس والشعب الفلسطيني هو لا يستحق الحياة وأنه حيوان. الأمر الثاني أنه هذه التصريحات تنبع من أنه الكيان الصهيوني الآن يعيش في صدمة، ولديه يعني جرح نرجسي كبير كسرت هيبة أمام العالم. هناك إجراءات أمنية محصنة، هناك مليارات صرفت من أجل الحد من نشاطات حركة حماس، ولكن كل هذه الإجراءات لم تنفع. القبة الحديدية هزمت، المعنويات في تدني كبير، لذلك هم يريدون ترميم هذه حرب حرب الإبادة الجماعية، هي محاولة لترميم هذه الصورة وهذه نعم علاج لهذا الجرح النرجسي الذي أصاب الكيان الصهيوني وكسرت هيبته. هناك مليارات ودعم من الدول الغربية ودعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم يفلح الكيان الصهيوني في كسر إرادة حماس وكسر إرادة المقاومة الإسلامية. راح أناقش أستاذ مهند موقف المقاومة. أنتقل للثريا، مليارات مثل ما ذكر أستاذ مهند تدعم بها أمريكا والدول الغربية المساندة للكيان الصهيوني خلال هذه الحرب، قادر الكيان على أنه يستمر أكثر مثل ما ذكرنا 44 يوم من الحرب، والكيان يتكبد خسائر بملايين الدولارات وهجرة عكسية وآثار سياسية بالتالي واقتصادية على الكيان، قادر على أنه الكيان يستمر أكثر بنفس هذا المستوى والرتم من القصف والإبادة الجماعية وغيرها من الإجراءات اللي يتبعها؟ قادر، لأنه أطلقت يده حتى العدوان ليس فقط من الكيان وليس فقط من الولايات المليارات والدعم، ليس فقط من أطلقت يده من الولايات المتحدة الأمريكية ومن العرب. يعني ما خلينا نحيد العرب من هذا الموضوع بمسألة العدوان على غزة، بمسألة أنه التعامل مع الفلسطينيين بهذا التطهير العرقي وأنهم كحيوانات وإبادات. العرب متعاونين ويا الكيان بهذا الموضوع؟ أكو تعاون؟ أكيد في تمويل عربي، ولذلك المليارات اللي رح يخسرها هناك تمويل عربي أكيد. هذا الصمت ما حصل في 11/2023 قمة الرياض بهذا الصمت العربي، بهذا إشاحة وجههم عما يحصل من إبادة، إرسال فقط القبول بإرسال شاحنتين أو بإرسال الأكفان إلى غزة، عدم استطاعتهم من تقديم المياه والمأكل والغذاء والدواء والسماح بضرب المستشفيات والمجزرة بالمجازر في المدارس ومراكز الإيواء، وترك شعب غزة يلتحف السماء ويفترش الأرض بهذه الطريقة المهينة والمذلة في هذا البرد القارس. ما أتوقع شخصيا، ما أتوقع أنه حتى الشعب الفلسطيني اليوم ينتظر موقف من هذه الحكومات بعد 44 يوم من المجازر، وما شفنا فد موقف شجاع من هذه الحكومات. يعني إحنا مش قادرين بقى أن عد الشهداء، لحد اليوم صاروا أكثر من 60 صحفي مصور
وصحفي ومراسل في غزة، وأكثر من 6000 طفل، وحتى الموجودين ما نقدر نتواصل وياهم. يعني مراسلنا اللي موجود بغزة ما نقدر نتواصل وياهم. من أساسها خرجت من السجل المدني، هناك أطباء تسكنوا، هناك مجازر في مراكز وفي المدارس. ما عليه، أنا مش عم بفهم حتى أنه كيف بنسمح لنفسنا ننقل أنه هو عم يبرر تمريرات نتنياهو، تمريرات له وكل المجتمع الدولي، ما يسمى بالمجتمع الدولي. يعني هذا ليس فقط أنه هو قال، نتنياهو قال أنه أكو ضغط دولي بما يخص المساعدات الإنسانية. أنا أسأل، هل أنه الضغط الدولي يتوقف عند شاحنتين فقط؟ يعني ما تشكل احتياجات يمكن 1% من الحاجة الحقيقية لأهالي غزة؟ هل أنه هذا هو الضغط الدولي؟ عم نشوف الأطفال غزة كيف يعانون. هم يموتون ليس فقط من القصف الإسرائيلي، يموتون حتى من العطش والجوع، باتوا يموتون من العطش والجوع عدا عن الأمراض الموجودة. مشهد أن يخرجوا الجريح يحمل جريح، هذا المشهد الذي رأيناه بالأمس من مستشفى الشفاء. الكلام عن سرقة جثث الشهداء فعلا. والمجازر مستمرة، وصلنا لمرحلة المقابر الجماعية وغيرها من التفاصيل. واليوم للأسف نشوف البعض حتى صار ما يتفاعل ويا القضية الفلسطينية، كأنما اعتاد على الجرائم والحرب والقتل، وصار شيء عادي انه مو مهم انه نحكي به ونسولف به. الشعوب العربية تعبت من هذا، ما بقى فيها تتحمل هالمآسي اللي عم تشوفها. طيب خلينا ننتقل للاستاذ مهند اليوم. نعم ست ثريا، تكلفة الحرب واضحة، الخسائر بالنسبة للكيان واضحة مثل ما ذكرنا، اقتصادية وسياسية وبكل المجالات. صحيح. اليوم حتى مظاهرات نشوفها بداخل الكيان مطالبة نتنياهو بالاستقالة. بالتالي أنا أسأل، هذا الموضوع شلون راح يقدر يعالجه الكيان؟ شنو آثاره على صورة الكيان سواء عند مؤيدي أو حتى عند أمريكا؟ سؤال لي أستاذ مهند الثريا. عفوا. نعم، انه كثير من الخسائر يواجهها الكيان الصهيوني. عفوا ست ثريا، ارجع لك بس سؤالي استاذ مهند. من الشعوب العربيه ان تحاكم انظمتها، تحاكم حكومتها. ما اعرف اذا ست ثريا تسمعني او لا. لا عفوا، السؤالي الاستاذ مهند، لا تسمعيني جيد. تفضل استاذ مهند. نعم، حساب التكاليف الاقتصادية والخسائر التي يتعرض لها الكيان الصهيوني هو عامل من عوامل استمرار الحرب أو إيقاف الحرب. لذلك أنه هناك أكثر من عامل يضغط على الإرادة السياسية للكيان الصهيوني. العامل الأول، هناك اضطرابات وضغط شعب كبير، لأن هناك مجموعة من الأسرى والمفقودين، فعوائل هؤلاء يريدون موقف واضح وموقف معلن من قبل القيادة السياسية. لا. وهذا يواجه المجتمع مع السلطة السياسية في الكيان الصهيوني. الأمر الآخر، هناك تعطيل لكثير من مرافق الحياة، هناك خلل في الجانب الاقتصادي وشلل للجانب الاقتصادي، وهذا ما لا يعني يطيقه المجتمع الإسرائيلي، على أساس أنهم إذا تعطلت هذه المصالح سوف تكون هناك خسائر كبيرة ويكون هناك انهيار في الاقتصاد. الأمر الآخر، حتى الدعم الأوروبي، هذا الدعم الأوروبي والغربي والأمريكي، كل هذا الدعم إلى متى يستمر وما هي الأموال التي سوف توفر؟ رجحوا أنه كاقتصاديين أمريكيين، يعني البارحة على الواشنطن بوست ذكرت أنه 3 أشهر أقصى شيء يقدر الكيان أنه يستمر بهذا الحرب بما يخص التبعات الاقتصادية. نعم، هناك تقارير كثيرة تشير إلى أنه الجانب الاقتصادي ودوره في إدامة الحرب واستمرار هذه الحرب. لذلك كل هذه المشاكل الموجودة الداخلية على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي هي يعني تضغط على الإرادة السياسية أنه لابد أن يكون هناك حل. ولكن القيادة السياسية في الكيان الصهيوني يعني الآن هي في محنة وفي مأزق كبير. من جانب لابد أن تخرج منتصرة من الحرب، ومن جانب آخر لابد أن تحافظ على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. هذا ما يتناقض ويا موقف الحكومة، حكومة الكيان، برفض الهدنة أو عدم قبول الهدنة من قبل الأطراف اللي تسعى لهذه الهدنة خلال هذه الأيام؟ يعني
من جهة نعم خسارات وتبعات سياسية نعم الكيان الصهيوني ترفض هذا الموضوع. الكيان الصهيوني يريد أن يعني يرجع إلى نفس المربع الذي كان فيه ونفس الصورة التي كان يمتلكها، أنه هو كيان قوي ومسيطر على المنطقة وهو أقوى قوة موجودة في الساحة. لذلك كيف يحصل هذا ويعطي انتصار لحماس؟ يعني يقبل بهدنة ولكن لم يحقق أهداف، لأن هو أعلن مجموعة من الأهداف. أولا اجتياح غزة بريا، الأمر الثاني القضاء على حركة حماس، الأمر الثالث إعادة الأسرى وفك الأسرى من أيدي حماس. كل هذه الأهداف لم يحققها، لذلك هو الآن لا يستطيع الدخول في هدنة ولا يستطيع يعني أن يعلن إنهاء الحرب والعمليات، حتى لأنه لم يحقق أي هدف من أهدافه. بالمقابل صمود غزة لهذه الفترة الطويلة هو أيضا يضغط على الإرادة السياسية. لذلك أنا أتوقع سوف تكون هناك حلول جزئية ومن جزء يعني في أزمان مختلفة، حتى يكون هناك حل يرمم جزء من الواقع الموجود في الكيان الصهيوني. طيب أستاذ ثريا، نتنياهو لحظة صار يظهر يعني بالمؤتمرات ويظهر بشكل مهزوز، ومثل ما قلنا يحاول يبرر الأفعال وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ونشوف حتى سياسيا بداخل الكيان اليوم حظوظ المنافس إلى صارت واضحة، وجزء كبير من شعب الكيان الصهيوني طالب أن يكون البديل هو على رأس الهرم بالنسبة للكيان. كل هذه المؤشرات وين تودينا؟ هل أنه نهاية الكيان بناء على هذه المعطيات وهذه الحروب وهذه الإبادة الجماعية صارت أقرب من السنوات اللي مضت؟ طبعا صارت أقرب، يعني بداية التحرير كما قلنا في السابق، طوفان الأقصى سوف يمتد أكثر، وبدأنا نشهد ذلك حين طفت القضية الفلسطينية، باتت عنوان عالمي لإحرار العالم. يعني حتى في خطابات الناطق باسم القسام أبو عبيدة يتوجه إلى الشعب الفلسطيني العظيم، شعبنا العظيم، شعب غزة، وأحرار العالم. أحرار العالم نجدهم في الطرقات، وكشفوا سقطت كل الأقنعة أمامهم، وبات واضحا بالنسبة للجميع، الخطاب للجميع، أن النكبة مستمرة وهذه المجزرة مستمرة منذ 75 عاما. فانكشف وصار في عزلة شعبية في العالم. يعني نحن نشهد يطوف العلم الفلسطيني في شوارع لندن وباريس وروما وبرشلونة. هذا التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية حتى في دول الغرب، حتى في أمريكا، حتى في داخل الكنيسة الصهيوني، هذا شنو تأثيره على مستقبل الكيان؟ لأنه خلاص نحن رأينا الضربة القاضية على هذا الكيان. نحن نعرف في لبنان أنه منذ 2000 قلنا أوهن من بيت العنكبوت، واليوم منذ طوفان الأقصى نرى الشهداء على طريق القدس. باتت الحقيقة واقع اليوم حين نرى أن بداية التحرير بدأت تتحقق أمامنا، لما منشوف هذا الهيجان عند الكيان كل ليس فقط نتنياهو يبدو كالأخرق وكالموتور. فعلا هذا الهيجان والمظاهرات مستمرة بداخل الكيان. أرجع لك أستاذ مهند، نقطة مهمة أشرت لها، حتى هذا التوحش الذي نشهده في غزة بتنا نشهده من سلوك الشرطة الإسرائيلية تجاه المواطنين المعترضين والمحتجين الذين يطالبون بفك الأسر عن أسرى. فعلا هي هذه النقطة، محور نقاشنا بهذه الفقرة من التغطية. أستاذ مهند، الأسرى نقطة مهمة أشرت لها، لحد الآن ما شفنا تقدم بهذا الموضوع. نسمع الكيان مرة أنه أكو تبادل للأسرى مع حماس ومع فصائل المقاومة الفلسطينية. فرجت فصائل المقاومة الفلسطينية قبل فترة عن كبار سن، نساء، ممكن أطفال. نتوقع أكو في التقدم راح يكون بهذا الموضوع وهذه الملف خلال الأيام القادمة؟ نعم، كل الاحتمالات موجودة في عالم السياسة والحرب، لا يوجد شيء غير ممكن. ولكن أنا أتوقع أنه لا يكون هناك فتح لملف الأسرى إلا من بعد إيقاف الحرب وخروج غزة منتصرة
وخروج المجتمع الفلسطيني من هذه الأزمة. لا يصح أنه تدخل الآن حرب قائمة وتكون هناك مفاوضات على الأسرى وعلى الموجودين المعتقلين في سجون الكيان الصهيوني. هذا الملف ملف حساس وملف ضاغط، وكان هو جزء من أهداف هذه العملية. لذلك أنه هذا الجزء لابد أن يولى اهتمام كبير، وتكون هناك يعني مباحثات خاصة على هذا الملف. لذلك أنه أتوقع أنه لا يكون في هذه الأيام يعني حراك كبير بهذا الاتجاه، بقدر الحراك على أصل الموضوع وهو إيقاف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة. نتنياهو صار يتهم، يعني يتهم بشكل مباشر أنه أنت اللي مأخر الوضع وأنت اللي مأخر المفاوضات بما يخص الأسرى والمحتجزين بالنسبة للكيان الصهيوني. نعم، الآن السياسة الإسرائيلية موجودة فيها تناقضات كبيرة وفيها تدافعات وهناك صراع، يعني لمدة أو خلال عامين هناك أكثر من 4 انتخابات لم يستطيعوا تشكيل حكومة، هناك ملفات فساد كبيرة على نتنياهو. كل هذه المواقف هي تربك الداخل الإسرائيلي، لذلك أنه الآن هناك فصل وهناك فجوة كبيرة بين القيادة السياسية في الكيان الصهيوني وبين المجتمع وبين الجيش. لذلك كل الملفات هذه هي ملفات تربك العدو وتضغط على أرادة العدو، ولكن كما بينت أنه العدو يريد إنجاز على أرض الواقع ولكن لا يستطيع تحقيق هذا الإنجاز والعودة إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر. لذلك ينتهج أسلوب الإبادة الجماعية. سثرية، اليوم منو صاحب الكلمة الأقوى واليد العليا بموضوع الأسرى والتفاوض بما يخص الأسرى؟ المقاومة في غزة هي صاحبة السبب. ممكن توضحي لنا أكثر الموضوع؟ لأنه هن المقاومة كما أتمت وأنجزت العملية النوعية في طوفان الأقصى في 7 أكتوبر هي نفسها التي تتحكم في هذا الأمر، يعني لن تتخلى إلا بشروطها هي، وهذا ما كان. يعني الموضوع يتعلق بعدد الأسرى، بنوعية الأسرى، بشنو يتعلق بالتحديد؟ الموضوع يتعلق، يعني مثل ما قلتي المقاومة هي صاحبة القرار الأقوى بالتفاوض بما يخص ملف الأسرى. هذه القوة مصدرها من نوعية الأسرى، يعني احنا نسمع اكو رتب وضباط بالنسبة لجيش الكيان هم حاليا في الأسر. هو الهدف الأساسي كان رتب وضباط، ولكن من حصل انه صار عندهم كل أنواع الأسرى، من النساء للأطفال للكبار في العمر للأطفال. والتبادل رح بيكون على كل هذه الأمور، لأنه في السجون الإسرائيلية يوجد الأطفال ويوجد المسنين ويوجد النساء ويوجد كل الأسرى. القسام حين تحدثوا القسام والسرايا القدس حين قالوا عن موضوع التبادل الأسرى، هن حكوا عن تبييض في الحق بتقرير المصير إقامة الدولة. هذا يتناقض ويا ما يصرح به الكيان، انه احنا ممكن نوقف هذه الحرب وهذه الإبادة الجماعية بالمقابل انه تحررون كل الأسرى اللي موجودين عند المقاومة الفلسطينية. نتوقع اكو استجابة لمثل هذه المطالب؟ تماما، يعني لا، هي وقف الحرب مرتبط بالمجازر التي يرتكبها. وقف الحرب هو الضغط الدولي، يفترض ضغط الشعب الدولي لوقف هذه الحرب. لأنه كل العالم الحر اليوم يرفض هذه الإبادة الجماعية وهذه المجزرة الحاصلة في غزة. يعني حتى الأطفال لا يقبلون مهزلة الكلام عن هدن إنسانية وممرات إنسانية، وباتوا يشرحوا لنا ما هي الممرات الإنسانية التي يطلقوا فيها النار على النساء والأطفال. فعلا هي حتى الممرات هي بالتالي فتح هذه الممرات وغلقها هو قرار بالنسبة للكيان الصهيوني. لذلك نشوف اليوم آلاف الشاحنات متوقفة بمعبر رفح ما تقدر تدخل. وقف هذه المجزرة، وقف إطلاق النار، حتى في العالم في المظاهرات والاحتجاجات التي تظهر في العالم هم يقولون cease fire now، أوقفوا إطلاق النار اليوم الآن.
بدون أي تفاوض. هذا غير معني بموضوع التبادل. أكيد هو الشعب الفلسطيني والموجودين ببيوتهم هم مو جزء من المعركة، والكيان الصهيوني اخترق كل الأعراف والثوابت الدولية. نعم، أنتقل لك أستاذ مهند، هذا مثل ما قلنا أسلوب العبادة الجماعية وغيرها غير من الثبات بالنسبة للمقاومة الفلسطيني، خصوصا الخطابات اللي تصدر من المقاومة وعلى لسان أبو عبيدة الناطق باسم كتاب عز الدين القسام. شلون بدك تقرأ هذه الخطابات في ظل هذه الظروف؟ لو كان هذه الأعمال تكسر إرادة المقاومة الإسلامية في فلسطين وتهز يعني المجتمع الفلسطيني، لكانت في أول أيام كانت هناك مجازر كبيرة وكان هناك ضغط كبير، ولكن كلما زاد الضغط تكون هناك صمود أكبر ويعني إرادة أقوى لمواجهة الكيان الصهيوني، لأنه الحرب إما تكمل إلى النهاية وإما يعني لا تبدأ بها. لذلك إنه التراجع يعني القضاء على القضية الفلسطينية، بالمقابل إنهاء هذه القضية والدخول في نفق مظلم. لذلك إنه المقاومة الإسلامية تحسب هذه الحسابات، ولكن العالم لم يكن يعرف ما هي وحشية الكيان الصهيوني وما هي الأساليب التي كان يستخدمها في التعامل مع الشعب الفلسطيني. لذلك إنه هذه الحرب واحدة من الفوائد فيها أنها كشفت قبح الكيان الصهيوني وأزدواجية الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وفشل كل المنظمات العالمية والإنسانية. كل هذه يعني الأعمال التي يقوم بها الكيان الصهيوني هي تكشف حقيقة الكيان الصهيوني. لذلك إنه الصمود الآن سوف يستمر، لأن هناك حاضنة شعبية إلى اليوم لم يخرج أي مواطن من غزة يتذمر من هذه العملية أو يلقي باللوم على المقاومة الإسلامية، بل هم مع المقاومة الإسلامية ويبدأون أنه دائما المقاومة أنه قادرة تستمر أكثر، مثل ما نعرف أنه المقاومة تعتمد بشكل كامل تقريبا على ما تصنع من أسلحة والمعدات اللي عندها، وشفنا يعني أدوات بسيطة استخدموها وقدروا يعبرون جدار الكيان الصهيوني ويدخلون ويسيطرون حتى على الأمن السبراني بالنسبة للكيان. قادرة المقاومة تستمر أكثر بهذه الحرب؟ نعم قادرة، لأن هناك كثير من الأساليب ويصل الدعم. نعم قادرة ولها هذه الحسابات، ومعروف أنه لهم تكتيكات ولهم أنفاق، وهناك دعم وهناك تخفيف من يعني من الجهات الأخرى. هناك مشاغلة للعدو بشكل كبير من قبل حزب الله في لبنان، هناك إسناد من المقاومة العراقية بالضغط على الإرادة الأمريكية، هناك عمليات من اليمن تحاول الضغط على الجانب الاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك استراتيجية تعمل فيها المقاومة من أجل تخفيف الضغط عن على غزة، بالمقابل إسناد غزة متى ما أرادوا. نعم، قال أنت ست ثريا وزير الدفاع بالنسبة للكيان الصهيوني، صرح أنه انتقلنا للمرحلة الثانية من العملية البرية في غزة. يعني الكيان الصهيوني يعتبر وضعه بهالحالة أنه هو منتصر، حقق أهدافه بالمرحلة الأولى، حتى أنه يصرح أنه انتقلنا لمرحلة ثانية، أم أنه تهديد هذا بسلسلة من الإبادة الجماعية جديدة ممكن أنه ترتكب بحق الشعب الفلسطيني؟ طبيعي، هو منذ البداية، منذ بداية الطوفان وهو يعني يصرح من فشل إلى فشل، جالنت أو غيره. يعني هو انتقل إلى المرحلة الثانية بعد أن قضى على كل مستشفيات غزة، وانتصر على المشافي، على الجرحى، على المرضى، على مرضى الكلى، مرضى غسيل الكلى، على الأطفال الخدج، على وانتقل إلى المرحلة الثانية في قصف مراكز الإيواء في مدارس الأونروا بحيث نقلوهم. لا يوجد ولا مكان آمن في غزة، يعني حتى نصف الشهداء كما البلاغات التي تصلنا أن زين. هذا كله شو يصنف؟ هذا يصنف نصر عسكري؟ وين نصنف هذا؟ أي نصر عسكري؟ إذا صرنا اليوم نحن عم نسمع بالقتلى من ضباطه ومن القناصين المحترفين ومن آليات، يعني صار فوق، إذا كان أول فترة
خبرنا ببداية العملية العسكرية، خبرنا أبو عبيدة أنهم عطلوا 160 آلية. اليوم بالأمس أخبرنا أنه خلال 48 ساعة عطلوا لهم 62، دمروا لهم 62 آلية. فبالحسبة صاروا أكثر من 222 آلية. نعم. وبالتالي أنه أين الانتصارات التي حققها سوى دخوله بهذا الشكل الهمجي إلى مشفى الشفاء؟ بالتالي أنا أسأل أستاذ مهند، شنو الغاية اليوم من هذه التصريحات بهذا التوقيت؟ يعني الموقف صار واضح ما يخص غزة، ما يخص الكيان، ما يخص وضع الحرب عامة. شنو يريد الكيان يوصل من هذه التصريحات؟ الضفة، يعني يجب أن نعرف ماذا يجري في الضفة. في أكثر من 250 شهيد في الضفة. عفوا، نعم. أكثر من 2700. أرجع للستورية، معلومات وأرقام أكيد مهمة ما يخص الوضع بالضفة. أسألك أستاذ مهند بما يخص هذه التصريحات، شنو يريد يوصل الكيان من خلالها للعالم؟ يعني نتنياهو حتى بتصريحاته يتكلم بطريقة أنه إنسانية وغيرها من التفاصيل، ومرة لا، مرة أنه قطعنا سوينا كذا، يعني تهديد وغيرها من التفاصيل. شنو الرسالة الأهم اليوم اللي يحاول يوصلها الكيان؟ دائما في أي حرب لو لاحظنا سلوك الكيان الصهيوني هو سلوك مضطرب. حتى كان في حرب 2006 مع حزب الله في لبنان، كان كل التصريحات فيها تناقض، هناك اجتياح ل جنوب لبنان، هناك قضاء على حزب الله، هناك استهداف لنصر الله، كل هذه كانت أهداف. ومن ثم يخرج في مؤتمر صحفي ثاني ينفي هذه التصريحات وهذه الأهداف. هناك اضطراب وعدم وضوح للرؤية. لا يمتلك الكيان الصهيوني أي خريطة للحرب، لا يعرف أي شيء عن مخازن السلاح في عند حركة حماس، بالمقابل كيف يتحركون، ما هي وسائلهم وما هي الميكانيزمات التي يستخدمونها ضد الكيان الصهيوني. لذلك هو يسير بدون خريطة، فيجد الأهداف التي تضغط على غزة والأهداف التي يحاول إرغام المقاومة الإسلامية على الخضوع للكيان الصهيوني هي فقط الأهداف المدنية، الأهداف الآمنة. لذلك هو يحاول من هذه الأهداف أن يحقق نصر، ولكن هذا النصر وهمي من جانب، ومن جانب آخر ينم ويكشف عن نفسية الكيان الصهيوني وكيف يتعامل مع الحروب. ليس هناك أي قواعد للاشتباك، الاستهداف فقط للمدنيين العزل، لذلك إنه فاقد للبوصلة ولا يعرف ماذا يفعل، لذلك هو يتخبط بشكل كبير. فعلا ستوريا، اليوم نسمع خطاب لقائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي يطالب البلدان العربية بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. متوقع تكون اكو استجابة من قبل هذه البلدان المستمرة واللي يطلع بعضها وبعض رؤسائها أساسا يستنكر العدوان على ويعتبر عدوان على الكيان الصهيوني بما يخص طوفان الأقصى؟ تماما، وهم تمادوا أكثر من ذلك. يعني كما سبق وقلت لك في بداية الحديث، العدوان عربي أمريكي أوروبي إسرائيلي، يعني والحصار عربي. وبالنسبة لهؤلاء العرب، يعني هذه الدول التي يعني تعلن عن موقفها، لم يعد هناك أي مقدس لدينا، لا الطفل ولا الكنيسة ولا القرآن ولا الأقصى ولا أي شيء. يعني شنو ممكن تتوقع هذه الحكومات ورؤساء هذه الحكومات من الكيان؟ شنو تنتظر من عنده وهو ظهر بهذا الضعف مع هذا الكيان؟ يعني بالنسبة للأردن وادي عربة هو المعاهدة المقدسة، كما بالنسبة لأبو مازن التنسيق الأمني مقدس وهو أعلن عن ذلك، كما بالنسبة لمصر المعاهدة كامب ديفيد هي المقدسة، وإبراهام بالنسبة للخليجيين هو المقدس. يعني نحن حتى هو أي معاهدة يحترمها الكيان أساسا؟ يعني حتى تلتزم هذه البلدان وحكوماتها باتفاقات ممكن ومعاهدات مع الكيان؟ اتفاقات وهم يدعمون. يعني نحن رأيناهم يتصلون شخصيا الحكام الإمارات للتعزية بضحايا
7 أكتوبر الذي تكشف أن معظم الضحايا هي جراء القصف الإسرائيلي للمدنيين الإسرائيليين وليس بسبب القسام والمقاومة الفلسطينية، وبالتالي هؤلاء لا يستطيعون أن يوصلوا قنينة مي على غزة. هم رفضوا المساعدات التي أرسلوها الإيرانيون إلى غزة، فبالتالي يعني لا أعرف كيف هناك أمل باستجابتهم. نحن وجدنا رأينا الإيراني منذ بداية الطوفان الأقصى وهو يجول على دول الخليج من السعودية، حتى ذهب بأول زيارة له الرئيس الإيراني إلى المملكة للمشاركة في قمة 11-11 طيب. التي خرجت بمطالبات ومناشدات لا أدري لمن. هم لم يذهبوا، لا هي خرجت يعني ذكرناها بواحدة من التغطيات، يعني نقطة من النقاط طالبت بالاعتراف بالكيان أساسا. نعم أستاذ مهند، ما يخص فصائل المقاومة في باقي البلدان شلون تقيم موقفها في هذه الحرب لحد الآن؟ يعني بتقاطعني. عفوا ست ثريا، ليش دائما بتقاطعني أنا وعم أحكي؟ يعني مش عم بقدر أوصل الفكرة. عفوا كل مرة بتقاطعني. تفضلي، الفكرة واضحة، لذلك أنا استرسلت ويا الكلام اللي تفضلت به وانتقلت للأستاذ مهند. تفضلي تفضلي. لا هي كنت عم بحكي على موضوع السعودية والفجور الذي حصل بموسم الرياض، بموضوع السخرية من مسألة قطع العلاقات مع قطع استخدام فعلا فعلا النفط. وآني ذكرت أيضا نقطة مهمة، أنه واحدة من النقاط المهمة في البيان للقمة العربية طالب بالاعتراف بالكيان وكموقف السعودية. نشوف الموقف يعني مستمر، يعني حتى الحملات الدعائية والإعلانية بعض الدول توجهت إلى مقاطعة المنتجات. نشوف بعض رعاة المهرجانات اللي تقام تسوي عروض على هذه المنتجات. نعم، شركاء في قتل الأطفال الفلسطينيين في أكثر، فعلا فعلا في قتل الأطفال غزة. يعني وجوههم لو شو ما حطوا مكياج مش رح يقدر يمسحوا. لا، الصورة صارت واضحة من دول الخليج. نعم، والدول العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأوروبيين. واضح. أستاذ مهند، بالتالي أنا أسأل على موقف فصائل المقاومة في هذه الحرب. مع تقدم هذه الحرب وصلنا إلى اليوم 44، شلون تقيم هذا الموقف وأمريكا وغيرها من البلدان مستمرة بدعم الكيان الصهيوني سواء على الجانب المالي أو حتى على جانب التسليح وحتى الجانب السياسي؟ هم شركاء ولا يدعمون. هم شركاء. عفوا ست ثريا، أسأل أستاذ مهند تفضل. نعم، الموقف واضح من البداية أنه محور المقاومة متماسك وله استراتيجية واضحة، هناك وسائل ضغط، حتى أنه كانت زيارة رئيس الوزراء للجمهورية الإسلامية، كان توجيه المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية أنه العراق يستطيع أن يلعب دور كبير في الضغط على إرادة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيقاف الحرب. نعم، نحن نعرف أنه قضية إيقاف الحرب وهو يأتي من الدعم الأمريكي وقضية أنه الدعم الكيان الصهيوني، لذلك أنه محور المقاومة في العراق واضح جدا، يتبنى العمليات بوضوح، وعد أنه سوف يصعد من العمليات إذا لم تكن هناك استجابة لإيقاف الحرب والضغط على غزة. بالمقابل أنه هناك في اليمن عمليات جدا واضحة، الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت يعني وسيط أنه لا يتدخلوا في الحرب، ولكن كان الرد عملي أنهم قاموا بقصف البارجات أو محاولة قصف البارجات، ولكن كان هناك اعتراض من السعودية والدول الأخرى. بالمقابل أنه في لبنان هو هناك احتكاك مباشر من يعني اليوم الثاني لقيام هذه العملية، وإلى الآن هناك كثير من الشهداء في من أفراد حزب الله في لبنان. إذن محور المقاومة موقفه واضح وموقفه مستمر، ومن اليوم يعني الأول أنه مواقفه كلها المعركة منسجمة. نعم، انتقل لي الأستاذ باقر درويش، ينضم لنا عبر الهاتف من بيروت، رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ باقر.
إذا الصوت أخوان واضح عند أستاذ باقر. أستاذ باقر عفوا الصوت واضح عندك؟ صوت ما واصل لي أخوان، صوت أستاذ باقر ما واصل لي للأستاذ. نعم نعم ست أستاذ باقر صوتي واضح عندك؟ نعم حياك الله أستاذ باقر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا مرحبا بك. 44 يوم من طوفان الأقصى وهذه الإبادة الجماعية مستمرة من قبل الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وسط غياب الموقف من الحكومات العربية أو حتى الموقف الضعيف من المنظمات الدولية والصحة العالمية وغيرها من الجهات اللي تدعي بالإنسانية وتدعي بقوة الموقف والقرار في مثل هذه الظروف. قراءتكم للوضع حاليا بفلسطين وبما يخص هذه الحرب. بلا شك هذا توصيف دقيق فيما يتعلق بضعف وغياب الموقف الحقوقي الدولي حتى في الحد الأدنى من التضامن أو الإدانة أو الضغط والتحرك لإطلاق هذه المجازر المروعة. في الحقيقة يعني كل منظومة الأمم المتحدة فشلت أمام اختبار غزة. يعني احنا نتحدث عن جرائم تم فيها إبادة ما هو أكثر من ربع المنشآت السكنية في غزة. الآلاف من الضحايا أغلبهم من الأطفال والنساء. أكثر من 1000 تقريبا قنبلة فوسفورية من القنابل المحرمة دولية. 25,000 طن. أكثر من نعم الأطنان الكثيرة من القنابل التي ألقيت والتي تعادل 3 قنابل نووية. محاصرة المستشفيات. إحنا اليوم نشاهد جرائم لم ترتكب حتى في الحرب العالمية الأولى والثانية فيما يتعلق بهذا النحو، هذه الكيفية في استهداف المنشآت الطبية. أمام كاميرات البث المباشر يتم استهداف الطواقم الطبية، يتم استهداف الأطفال، تهدم هذه المنشآت على رؤوس النازحين، ورغم كل ذلك نشاهد موقف باهت جدا من الأمم المتحدة. لذلك هنا ما هي الأمم المتحدة شنو؟ تأتي الدول في نهاية المطاف. مجلس حقوق الإنسان مكون من 47 دولة التي تتلاقى مصالحها، فبالتالي بعض الدول ومنها حتى الحكومات العربية ومنها حكومات خليجية تجاوز جرمها مسألة التطبيع إلى التشجيع على ارتكاب الجرائم. بالتالي راح يبقى يدفع الثمن لهذا التخادم بين هذه الدول والحكومات والجهات، يبقى يدفع الثمن الشعب الفلسطيني. نعم لذلك هذه الحكومات شريكة فيما يحدث اليوم من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. يعني ولي العهد البحريني على سبيل المثال بالأمس يخرج بتصريحات يشيطن فيها مكون فلسطيني رئيسي في فلسطين وهو حركة حماس، ويهاجمها ويصف نضالها المشروع بأنها أعمال بربرية ويغض الطرف عن قائم كيان الاحتلال. هذا الشكل من أشكال الإسفاف والاستهتار بالدم الفلسطيني. يعني شوف هذا موقف رسمي، في السابق كانوا يبررون التطبيع، الآن انتقلوا إلى مرحلة تجريم النضال الفلسطيني المشروع. انظر إلى أين وصلوا، إلى أي مستوى من الدناءة في الحقيقة أمام كل هذه المجازر التي تحدث. أجساد الأطفال التي تمزقت بفعل القنابل، أجساد النساء يخرجون ليبرروا لكيان الاحتلال هذه الجرائم وهذه التعديات وهذه التجاوزات التي هي لا تحتاج، واضحه جدا امام الراي العام. يعني بالتالي هذه المواقف صارت واضحه. هي هذه ال 44 يوم ما كشفت فقط وجه الكيان الصهيوني، لا، كشفت وجه الحقيقي للحكومات المتصهينه واللي شاركت مثل ما ذكرت ستريا، شاركت بالحرب ضد الشعب الفلسطيني. شنو نتوقع بالفترة القادمة؟ قراءتك للوضع بما يخص الحرب الموجودة حاليا على الشعب الفلسطيني.
أنا أعتقد بأن مآل هذا الصراع وإحنا نتكلم عن استنفار كل هذه الآلات العسكرية، كل هذا العتاد، كل هذا الجهد العسكري والدبلوماسي والسياسي من قبل الكيان، وهذه يعني السفن الحربية اللي جزء منها حتى موجود في جهة البحرين أو في مناطق أخرى، أنها لم تتمكن من أن تنجز إنجاز عسكري واضح حسب ما حدده الكيان منذ بدء هذا العدوان. أنا أعتقد بأن مصير هذا العدوان هو الفشل. صحيح هناك خسائر إنسانية كبيرة، لكن أيضا سوف يكون هناك إنجاز استراتيجي كبير لمحور القدس، لمحور المقاومة، لهذا التيار، لهذه الأحزاب، لكل هذا الوجود، والمجتمع الصهيوني الذي كان يعيش التفكك وكان كما صرح مسؤولوه بأنه على شفا حرب أهلية قبل حدوث طوفان الأقصى، سوف يتحول إلى مزيد من التفكك، مزيد من الانهيار. وهذا ما انعكس على خطابات حكومة الكيان الصهيوني، إذا كان نتنياهو أو إذا كان وزير دفاع غالنت أو حتى غانت أحد وزراء حكومة الكيان بالمؤتمر اللي ظهروا به يوم أمس. أنا أشكرك الأستاذ باقر درويش، رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، انضم لنا عبر الهاتف من بيروت. كذلك أشكر أستاذ ثريا العاصي الصحفية والكاتبة السياسية من بيروت، وأشكر الأستاذ مهند جواد الباحث في الشأن السياسي. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، بالتأكيد مستمرين بهذه التغطيات ومستمرين بمواكبة الانتصارات والصمود المتحقق من قبل الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بوجه الكيان الصهيوني، على الرغم من كل المجازر المرتكبة بكل دقيقة من قبل الكيان بحق المواطنين الفلسطينيين. نلتقيكم بتغطيات أخرى إن شاء الله، في أمان الله.